فلما كان بعد هذا الامور امتحن الله ابراهيم وقال له يا ابراهيم قال لبيك، قال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه هو اسحاق وانذبه الى بلد العباده ويصعد الثم للقربان على احد الجبال الذي اقول لك. فاد لجبران بالغداة واسرج حماره واخذ غلاميه معه ويسحق ابنه وشقق حطبه للقرباء وقام وضع الى الموضع الذي قال له الله. ولما كان في اليوم الثالث رفع ابراهيم عينه ونظر الموضع من بعيد، قال ابراهيم لغلامي قولوا لكم انا عند الحماء وانا والغلام نمضي الى ثم ونسجد ونرجع اليكم. فاخذ ابراهيم حطب القربان وصير على اسحق ابنه واخذ معه النار والسكين ومضى يا جميعا. فقال إسحاق لإبراهيم أبي يا أباه، قال لبك يا ابني، قال خذ النار والحطب وإن الحمل للقربان. قال إبراهيم الله يظهر الحمل للقربان يا ابني ومضى يا جميعا. حتى جاءوا إلى الموضع الذي قال له الله وبنى ثم إبراهيم المذبح ونضد الحطب وكفت إسحاق ابنه وصير على المذبح فوق الحطب. فمد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فنادى إليه ملاك الله من السماء وقال يا إبراهيم يا إبراهيم، قال لبيك، قال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تصنع بالشيء لأني الآن عرفت الناس أنك تقي الله ولم تصد ابنك وحيدك مني. ثم رفع إبراهيم بعد ذلك عيناه فنظر وإذا بكبش ملتحمة في شعب الشجر قرنه، فمضى وأخذه وقرب القربان بدل ابنه. فسمى إبراهيم اسم ذلك الموضع الله المتجلي لكي يقال في مثل هذا اليوم في هذا الجبل الله يتجلى. فنادى ملك الله لإبراهيم ثانيا من السماء، قال باسمي أكسبت يقول الله أنك لأجل ما صنعت هذا الأمر ولم تصد ابنك وحيدك لا بارك فيك وأكثر نسلك كواكب السماء وكرم الذي على شاطئ البحر في أحد نسلك كل أعدائهم ويتبارك بنسلك جميع أمم الأرض إذا ما قبلت أمري. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه وقاموا ومضيا جميعا على بير سبع وأقام ثام. ولما كان بعد هذا الأمور أخبر إبراهيم وقيل له
أو دقت ولدت ملكه هي أيضا بنين لنوحر أخيك. عوص بكره وبوز أخي وقموئل أبي أرام وكاسد وحزا وبلداش ويذلف ومذوئل وبذوئل أولاد ربقى حولي الثمانية ولدتهم ملكا لناحر أخي إبراهيم وامتى اسمها روما ولدته أيضا ضرح وجاحم وتحشوا مع أخوه.